اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الإلهان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه ما أجن هقه ملء الضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا أن من غفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان أبيد وجوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على السراج وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوريت والإنجيل والزبور والفرقان أعلنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد سائلنا لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى السراج نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإشرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ولا تنزل في ربنا أنزل علينا في مقامنا هذا الرحمة واسعة واقض حوائجنا واستر عيوبنا بجاه سيد الوجود صلى الله عليه وسلم واقض جميع حوائجنا يا من العسير عنده يصير اللهم يسر أمورنا ونبر قلوبنا واختم بصالحات أعمالنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل لنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولي والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرضا والرزق والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والشقاوة والطرد والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين فاتحة صلاة الفاتحة يا الله جاب دعائن يا الله هم تانين حاجوج من يا الله أن من مجرى دنيا الآخر دندان قال حاجوج كشاري شكل من يا الله لم تمن هن الله جارم من جارم دم دوك هون جار لي واد جار لي سو بيراد سو كابي تين ده غندل تين ده جنگ كالجد أدون جنگت
sayidi lahara jangar sayidi kanjiri fok jangti kibir adu tinne jange ligde ala ka neddo burda yim fok beni adam adam ke leji taga kalde neddo buri neddo o burduma gandal gandal non ko kanyum renat neddo reni jawdi jawdi renat neddo renat jawdi ga gandal renat ma ren jawdi ma tinne gandal tinne gandal on jaram al jaram on jaram